هذا ينضم إلينا من مارسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير. بعد التحية خالد، هنا نتحدث أولا حول ما قاله قصر الإليزيه بأن فكرة الضمانات الأمنية التي طرحها الرئيس الفرنسي ماكرون لصالح روسيا أخرجت من سياقها. ماذا عن هذه النقطة وماذا كان يقصد ماكرون ولماذا قال الإليزيه هذا التصريح؟ تحياتي حساني ليك ولكل مشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان. الحقيقة في كل مرة يحاول فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيجاد مخرج أو حلحلة لهذه الأزمة الأوكرانية لما لها من تداعيات ليس فقط على فرنسا بل على الدول الأوروبية وعلى العالم أجمع، وبصفة خاصة هذه التداعيات الاقتصادية. الرئيس الفرنسي كان في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية وكانت هناك مطالبة من قبل الرئيس جو بايدن بانسحاب روسيا. حاول الرئيس الفرنسي الدخول على الخط إخراج يعني تصريحات الرئيس الفرنسي عن سياقها كان رد الإليزي، والرئيس الفرنسي كان قد أكد على أنه سيكون هناك يعني مركز أمني يمكن أن يشعر روسيا بالارتياح، وذلك كانت محاولة من الرئيس الفرنسي لتطمين الداخل الروسي، وفي نفس الوقت في نفس هذا السياق هي محاولة يعني وضع النقاط على الحروف فيما يخص الأمن. والأمن هنا ليس فقط أمن روسيا ولكن هو أمن دول الاتحاد الأوروبي وبالطبع أوكرانيا. طبعا هذه التصريحات لم تعجب جوزيب بوريل مسؤول الخارجية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي وأيضا كييف والرئيس زيلينسكي، وبالرغم من أن الرئيس الفرنسي كانت له تصريحات سابقة وهي لا لإذلال روسيا، الحقيقة تم ربط بين هذا التصريح والتصريح القديم للرئيس الفرنسي، لأن الرئيس الفرنسي أكد في آخر تصريحات له بأنه لن يدخل في يعني اتصالات مع الرئيس الروسي فيما يخص إيجاد حل سلمي لهذه العملية إلا بعد موافقة كييف، بعد الانتقادات التي قد نالها الرئيس الفرنسي سواء حتى من الجانب الروسي أو من الجانب الأوكراني. ولهذا جاءت هذه التصريحات تدخل في هذا الإطار، لأن الرئيس الفرنسي معروف أنه يسعى للتواصل مع الجانب الروسي.